مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في المنتصف توك. يدخل مشروع قانون المالية مسار المناقشة البرلمانية بعد وضعه من طرف الحكومة لدى المؤسسة التشريعية، وفيما تقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية من خلال تعزيز البرامج الاجتماعية ومخصصات تمويلها وزيادة الاستثمار العمومي وزيادة عدد المناصب المالية. تنتقد المعارضة مضامين المشروع وتقول إنه جاء مخيبا للآمال. للمزيد عن تفاصيل هذا المشروع، مشروع قانون المالية، ينضم إلينا الأستاذ إدريس العساوي المحلل الاقتصادي، وينضم إلينا أيضا من الرباط الأستاذ محمد جدري المحلل والخبير الاقتصادي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ محمد جدري، برأيك إلى أي مدى يخرج مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة عن لنقول النموذج المألوف في إعداد هذه الحكومة لمشاريع قانون المالية؟ لا أعتقد بأن اليوم منسوج واحد الأمر اللي هو مهم جدا، هو أن الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يستلهم يعني النواة ديالو من جوج الأمور اللي هي أساسية. أول حاجة هي الرؤية ديال 2035، هو النموذج التنموي الجديد اللي كنبتغوا من خلاله أننا نوصلوا إلى 260 مليار دولار في أفق سنة 2035. والأمر الثاني هو البرنامج الحكومي 2021-2026 اللي فيه على أقل 11 التزامات اللي هي أساسية. وبالتالي فإن مشروع قانون المالية سنة 2025 ما كاينش شي حاجة فيه اللي هي غير مألوفة مقارنة مع قوانين المالية لسنة 2022-2023 و2024، ما عدا اليوم فيما يتعلق بالمؤشرات الماكرو اقتصادية، حيث أن اليوم نتكلم لأول مرة في عهد حكومة السي عايز أخنوش عن نسبة نمو ديال 4.6%، في حين كانت دائما تتكلم عن نسبة ديال 3%. هذا أمر اللي هو مهم جدا، هو الموصى به من طرف النموذج حق أرقام ديال النمو اللي هي متوسطة. كذلك كل ما يتعلق بالتضخم اللي غيرجع لمستويات اللي هي مقبولة بالنسبة للاقتصاد الوطني ديال 2%. والأمر الثالث واللي هو ذو أهمية كبرى، هو أننا نتحكموا في عجز الميزانية في 3.5% على أمل أن نوصل 3% مع نهاية 2026. لكن هذه الطموحات لمشروع قانون المالية هي مشروطة بمجموعة من الأمور الأساسية. صحيح اليوم عندنا القيمة المضافة غير الفلاحية هي في ارتفاع مضطرد، نتكلم أساسا عن صناعة السيارات، عن الفوسفات، عن صناعة الطائرات، عن نسج الألبسة، عن هذا الاستثناء للقطاع السياحة والصناعة التقليدية ومغاربة العالم ومجموعة من الأمور اللي هي مهمة. ولكن تبقى تحقيق نسبة 4.6% خلال السنة المقبلة على الأقل مرتهنة بأمرين أساسيين. أول حاجة هو كل ما يتعلق بواحد الموسم فلاحي اللي يمكن نقول على الأقل خصو يكون متوسط، هو بواحد 70 مليون قنطار من الحبوب، وتيخص يكون عندنا واحد السنة اللي هي ممطرة. مني كنشوفوا شوية إلى الخلف كنلقاو بأن سنوات الجفاف اللي مرينا بها خلال السنوات الماضية لا 2022 ولا 23 ولا 24 ما تجاوز يعني المحاصيل ديالنا واحد 50 مليون قنطار من الحبوب، بل أكثر من ذلك هذه السنة 2024 لم يتجاوز يعني المحاصيل ديالنا واحد 32 مليون قنطار من الحبوب، وبالتالي 70 مليون قنطار من الحبوب كيبقى واحد الرقم اللي هو مرتهن بموسم يعني اللي هو ممطر. والأمر الثاني واللي هو أساسي هو التكلفة ديال الإنتاج. اليوم عندنا فاتورة طاقية اللي هي ممكن نقولوا بأنها مناسبة للاقتصاد الوطني، ولكن احنا كنعيشوا في حالة اللا يقين، وأي توتر في الشرق الأوسط من شأنه أن يرفع أسعار المحروقات مرة أخرى، وبالتالي باش نحققوا 4.6% إجمالا خاصنا سنة ممطرة وخاصنا فاتورة طاقية في متناول الاقتصاد الوطني كيف ما كانت سنة 2024. شكرا لك أستاذ محمد جدري. أستاذ إدريس العساوي، طبعا عند قراءة فرضيات مشروع قانون المالية هناك في الواقع لنقول طموحات كبيرة جدا فيما يتصل بالنمو مثلا، فيما يتصل بالعجز أيضا، فيما يتصل بالإنتاج من الحبوب أيضا، لكن التجربة أيضا عودتنا أنه هناك فوارق شاسعة بين لحظة الفرضيات ولحظة التقييم النهائي للسنة المالية. هل تتوقع أنه هذه المرة الفرضيات التي تقدمها الحكومة للبرلمان كمنطلقات لمشروع قانون المالية هي قريبة من الواقع هذه المرة؟ أعتقد ما تم تقديمه أمام مجلسي البرلمان يعني غرفتي البرلمان
هو مشروع مهم جدا ويتطابق تماما مع الموضوع الذي نتحدث عنه، ألا وهو مشروع الميزانيات 2025، حيث ترتكز كل هذه الميزانية على ما تم تضمينه في رسالة التأطير الذي بعث بها رئيس الحكومة إلى جميع يعني أطراف الحكومة المغربية. فأعتقد بأن هذا المشروع الذي تم تقديمه بغض النظر عن الأولويات، بغض النظر عن الأسبقيات إلى آخره، فأعتقد بأنه مشروع سيمكن بكل تأكيد أن يحقق أهم شيء، ألا وهو المحافظة على الإطار الماكروإقتصادي. طبيعة الحال كما جاء على لسان الزميل قبل قليل، فهناك مجموعة من الفرضيات التي تقول بأنه الاقتصاد المغربي لن يكون قادرا مثلا على تحمل كل الأعباء التي قد تأتي في 2025، لكن نحن نعلم على أن الاقتصاد المغربي انطلق بقوة في تحقيق كل أهدافه، وخصوصا في المجال المالي. لما ننظر إلى الوثائق التي تضمنتها مشروع قانون المالية 2025، فهي وثائق مهمة إن تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية أو بمقاربة النوع أو بمثلا حتى مسألة التشغيل، لأن الإشكالية الكبيرة التي دائما تطرح بالقوة هي مسألة أن التشغيل لا يكون في الموعد، لما نتحدث عن ضرورة إعمال كل وسائل ممكنة للرفع من مستوى هاد الميزانية. من منظورك أنت أستاذ ريس عيساوي، من نعم. منظورك أنت، هل هذه القفزة من واقع 2.8% كنمو هذه السنة إلى 4.6% التي تعول الحكومة أن تحققها في 2024 هي في الواقع أمر مقدور عليه، أم أنه هناك الكثير من التفاؤل أيضا؟ أنا أعتقد التفاؤل ضروري، لما نكون نعمل في السياسات الاقتصادية علينا أن نكون متفائلين، وإلا فلا يمكن أن نتحدث عن أي مصير لسياستنا الاقتصادية في بلد كالمغرب. لكن الانتقال من 2.6% إلى 4.6، هذه مسألة مشروعة، خصوصا وأن الاقتصاد المغربي اشتغل بقوة لمدة هذه السنوات من 2021-22 إلى آخره، ليهيئ هذه المرحلة الانتقالية التي نتحدث عنها في 2025. فهذه النسبة ليست بالنسبة المبالغ فيها، بل هو طموح مشروع للاقتصاد المغربي. لأن لماذا؟ إن المملكة المغربية أطلقت عددا من الأوراش الكبيرة التي سيكون على موعد معها في 2025، لينتقل من بلد يبحث عن التوازنات، لأن الإشكالية الكبيرة في المغرب لأننا عندنا قطاع فلاحي مرتبط بالتساقطات المطرية، فيه ثلاثة ديال أنواع الحبوب التي تشكل المحصول الزراعي. فأعتقد بأنه في 2025 سنكون في مرحلة انتقالية، لننتقل فعلا إلى مرحلة جديدة يكون فيها الاقتصاد المغربي قادر على أن يحدث القفزة النوعية التي هي منتظرة منه، خصوصا وأن الأوراش الكبرى التي قد نتحدث عنها اليوم أو غد هي أوراش كبيرة جدا. طيب، إن كان يتعلق الأمر بالمسائل الرياضية أو بالمسائل الاقتصادية، فأعتقد بأن الاقتصاد المغربي له ما يكفي اليوم من الإمكانات ليقوم بذلك، خصوصا وأن الملف القضية الكبير الذي طرحه صاحب الجلالة في البرلمان، ألا هو ملف الصحراء المغربية، أعتقد بأنه ملف انتهى وطوي، وأعتقد بأنه مستقبلا سيكون من الضروري أن نتعامل مع هذه المسألة بكثير طيب. من الشجاعة والإرادية لنتقدم أماما. شكرا أستاذ ريس عيساوي. أستاذ محمد جدري،
فيما يتصل بالقطاعات الاجتماعية، هذا المشروع، مشروع قانون المالية في الصيغة المقدمة للبرلمان، يعول طبعا على تخصيص مبلغ لنقول مهم لمواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية مع إضافة 2 مليار درهم تقريبا هذه السنة. هل ذلك كافي بالنظر إلى أنه هناك أجندة زمنية لتوسيع مظلة الحوار، مظلة الحماية الاجتماعية، وأيضا إثراء سلة خدماتها؟ هل ذلك كافي؟ ما يتصل أيضا بالصحة، إضافة نحو 2 مليار درهم إذا لم تخن الذاكرة، أتحدث منها في الواقع، وأيضا قطاع التعليم أكثر من 10 مليار أو 12 مليار درهم إضافية. هل ذلك يجسد بالفعل الخطوة الكبيرة الضرورية في 2025 في المسألة الاجتماعية؟ أعتقد بأن يعني شعار المرحلة اليوم هو كل ما يتعلق بالدولة الاجتماعية. اليوم المملكة المغربية هي ماضية قدما في كل ما يتعلق بتكريس الأسس لهذه الدولة الاجتماعية. أول حاجة كل ما يتعلق بورش الملكي للحماية الاجتماعية، حيث أن السنة ديال 2025 غنمشيو للركنين الرابع الثالث والرابع، كل ما يتعلق بالتسانة القانونية للتشريع والتشريعية، لكل ما يتعلق بتعميم معاش شيخوخة وكذلك تعميم منحة فقدان الشغل لكل شخص عنده واحد العمل اللي هو قار. هذا أمر غادي يخلينا أننا يعني نقفلوا المربع ديال التأمين الإجباري على المرات، التعويضات العائلية، التعميم مع الشيخوخة وتعميم منحة فقدان الشغل، هذا أمر مهم جدا. الأمر الثاني هو أن كنشوفوا بأن قطاعي الصحة والتعليم اليوم غتمشي لهم أكثر من 136 مليار درهم، لأن ما يمكنش نمشيو في شعار الدولة الاجتماعية دون رأس مال بشري في الميدان الصحي وفي الميدان التعليمي ودون بنيات تحتية. اليوم الهدف اللي عندنا هو تكون عندنا يعني واحد من مجموعة من يعني الأمور المتجهة في هذا الاتجاه، هذا كل ما يتعلق يعني بالمراكز الاستشفائية الجامعية في مختلف جهات المملكة. كنظن بأن هذا أمر مهم جدا اللي خصنا ناكدوا عليه، لان انا باغي نشوف الى ابعد مدى، هذا امر مهم جدا. الامر الثاني هو ان اليوم كل ما يتعلق بالتعويضات العائليه غنمزوا المرحله الثانيه، حيت انا اليوم الناس اللي كانوا كياخذوا 200 درهم السنه الماضيه، هذه السنه هذه غادي ياخذوا 250 درهم على امل ان 2026 نوصلوا عليهم 300 درهم. هذه كلها امور كنظن بانها امور هي مهمه جدا اللي غادي نمشوا فيها الى الامام. وبالتالي اليوم شعار الدوله الاجتماعيه هو ماشي فقط يعني حبر على ورق، ولكن هناك تنزيل أساسي، ولكن كيبقى عندنا واحد المشكل في يعني لو مونتاج فينونسي، يعني التركيبه الماليه لورش الحمايه الاجتماعيه، لان عندنا واحد الارقام اللي شويه صعيبه من عند المجلس الاعلى للحسابات كتقول بان صحيح ان ورش الحمايه الاجتماعيه غادي يكلفنا 51 مليار درهم في افق سنه 2026، 25 مليار درهم غتجينا من الدوله المغربيه، ولكن 26 مليار درهم الباقيه غتجينا من اشتراكات المواطنين. اليوم كنشوفوا بان فقط 27% من الناس اللي خصهم يؤديوا الخيارات ديالهم هما اللي كيؤديوها، وبالتالي اليوم خصنا واحد الامر في كل ما يتعلق بقطاع غير المهيكل، كل ما يتعلق بالمقاول الذاتي، كل ما يتعلق بغير الاجراء، العمال غير الاجراء، باش اننا هناك تغيير في منظور مشروع قانون الماليه لوضعيه المقاول الذاتي في هذه المره ام لا؟ لا لا، اعتقد بان ما كاينش تغيير، لان المشكل اللي مطروح اليوم هو النسبه المئويه ديال الضريبه على الدخل 30% مع يعني نفس الزبون في حدود 80000 درهم، بقات نفس الشيء، وبالتالي مجموعه من الناس في المقاول الذاتي ما غيشوفوش الربح ديالهم باش انهم يرجعوا الى قطاع المهيكل. وبالتالي هذه امور كنظن بان يجب علينا ان ناخذها بعين الاعتبار، لان التركيبه الماليه ديالنا ممكن اننا نمشيو من 2026 وخصنا نحافظوا على الديمومه والاستدامه لورش الحمايه الاجتماعيه. خاصنا ضروري ان مجموعه من الناس نشجعوهم باش انهم يؤديوا الاشتراكات ديالهم. كنظن بان هذه الامور غتمشي بشويه بشويه، ولكن الدوله الاجتماعيه في المملكه المغربيه هي يعني غاديه بخطوات حثيثه، كل ما يتعلق بالورش الحمايه الاجتماعيه، الميدان الصحي، كذلك الميدان التعليمي، الحوار الاجتماعي، هذه كلها امور مهمه ليجب يعني التنويه لها من طرف الحكومه الحاليه. شكرا لك استاذ محمد جدري. استاذ دريس العيساوي، طبعا ما يتعلق بالاستثمار العمومي هو أيضا نقطة أساسية، لا أدري إذا كان لديك طبعا تعقيب في المسألة الاجتماعية، ولكن أريد أن أمر إلى أيضا الاستثمار العمومي، والحكومة في الواقع تخطو خطوة أخرى فيما يتصل بتعزيز المحفظة المالية العمومية الموجهة للاستثمار العمومي، نتحدث تقريبا عن 340 مليار درهم، هل الأمر كذلك؟ ما الذي يمكن أن يدره ذلك على مستوى الطلب، تشجيع الطلب وتحريك العجلة الاقتصاد داخليا، الطلب الداخلي، وأي أثر أيضا على مستوى الإنجاز؟ أعتقد بأنه لما نتحدث عن الاستثمار العمومي فهنا نحن نتحدث
عن المحفظة التي تتوفرها للدولة لتحدث مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأنه الاستثمار العمومي هو ذلك المخزون المهم من الاستثمارات التي ستحدث يعني عملية تحريك كل آليات اقتصادية المهمة. فالقطاع العمومي لما نتحدث عن الشركات المملوكة للدولة، نتحدث عن المؤسسات العمومية والتي هي موجودة حاليا في السوق، فكلها تعمل على تحريك آليات الاقتصاد الوطني وخصوصا الاستهلاك الداخلي، لأنه لا يمكن أن نحرك اقتصادا معينا إلا إذا كان هناك نوع من ضمان، نوع من الصلابة للاستثمار على المستوى العمومي الذي يكون هو في الواقع نقطة انطلاق لعدد كبير من الآليات وما أديد من الميكانيزمات المهمة التي تحدث يعني حركية إيجابية بالنسبة للعمل الاقتصادي بصفة عامة، وخصوصا هنا في حركية الاستهلاك والاستثمار الخصوصي، لأنه كاين هناك ترابط ما بين الاقتصاد العام والاقتصاد الخاص، وهذا الترابط هو مسألة ضرورية يبحث عنها كل الاقتصاديين سواء في المغرب أو خارج المغرب. على مستوى تمويل هذا الاستثمار العمومي، هل سنكون مضطرين إلى لنقل تطعيم المحفظة المالية العمومية باللجوء إلى الأسواق الدولية أو إلى الاستدانة الداخلية بحكم أنه المبلغ كبير جدا، 340 مليار درهم؟ أعتقد بأنه هذه المسألة تم حسمها منذ مدة، فالمغرب لن يلجأ إلى استدانة على المستوى الدولي صراحة. فالمغرب الآن مستعد، له ما يكفي من الإمكانيات ليستثمر 340 مليار درهم. هذه ليس بالرقم المستحيل، بل هو يعني ممكن أن يقوم به في إطار استعمال الآليات الموجودة داخل الاقتصاد الوطني من دون اللجوء إلى استدانة أو الرجوع إلى إثقال مديونية الدولة لهذا الغرض. فأنا المغرب لم يعتمد قط في مرحلة من المراحل على استعمال المديونية الخارجية لتمويل يعني اقتصاده الداخلي وتمويل حركيته الاقتصادية الداخلية صراحة. فأنا لا أرى غدا مثلا وفي الغد المنظور على أن مديونية المغرب قد ترتفع إذا ما تحدثنا عن تمويل هذه المشاريع وهذه الاستثمارات التي سيحتاجها الاقتصاد الوطني. شكرا لك أستاذ إدريس عيساوي. أستاذ محمد جدري، دائما نتحدث عن مسألة الاستثمار العمومي التي حسب المشروع ستناهز 340 مليار درهم، يعني أكثر من 34 مليار درهم، أظن 36 أو 38 مليار درهم دولار عفوا. هذا المبلغ بهذا الحجم وهو موجه للسكك للبنية التحتية، السكك الحديدية، طرق السيارة، أيضا هناك ملاعب، هناك مشاريع بنية تحتية ضخمة، وهناك ما يتعلق أيضا بمواكبة استراتيجيات، سأقولها صحيحة، استراتيجيات في قطاع السياحة وغير ذلك. تعبئة هذه المحفظة المالية الضخمة من أين سيأتي تحديدا؟ وهل في اعتقادك أنه هذا الطموح إلى أن تكون الاستثمارات العمومية بهذا الحجم لربما ينطوي أيضا على مخاطر اللجوء إلى السوق المالية الداخلية أو الخارجية؟ أو شوف، وبطبيعة الحال اليوم باش تكونوا يعني بكل موضوعية وبكل تجرد وبكل حيادية، خصنا أمور أساسية اللي خصنا نحسموا فيها النقاش اليوم. اليوم عندنا واحد المستوى استثماري اللي هو يعني كبير جدا، بحيث أنه يعني كيرتفع، راه انتقل من 245 مليار درهم إلى 340 مليار درهم في غضون 4 أو 5 سنوات على أبعد تقدير، زيادة واحد. طبعا لسائل أن يتساءل لماذا هذا المبلغ الذي يكبر كل سنة لا ينتج لنا الحركية المنشودة على مستوى الشغل وأشياء من هذا القبيل على مستوى النجاعة والجدوى؟ تفضل. لا وصحيح، هو عندنا جوج إشكاليات أساسية. الإشكالية الأولى هو كل ما يتعلق بالمردودية للاستثمارات العمومية، لأن احنا يا مثلا في المؤشر ديال إيكور اللي هو ديال المردودية ديال الاستثمارات العمومية، عندنا اليوم احنا يا أقل من المعدل العالمي،
المعدل العالمي هو 6 نقاط يعني من الناتج الداخلي الخام، عطاتك 1% من النمو. حنا للاسف كنديروا 9.4% ديال الناتج الداخلي الخام ديالنا باش تعطينا نقطه من النمو، في حين ان مثلا مصر كدوله اللي هي بحال الاقتصاد ديالنا كيديروا فقط 4 نقاط من الناتج الداخلي الخام باش تعطيهم نقطه من النمو. وبالتالي اليوم النجاعه ديال الاستثمار العمومي ماشي بالشيء الكبير لمجموعه من الاسباب فيها البيروقراطيه. نعرف لماذا نعم، لان فيها مجموعه من الاستثمار العمومي فيه بيروقراطيه، فيه الفساد، وكذلك امر اللي هو مهم هو ان الاستثمار العمومي في المملكه المغربيه كيمشي في واحد مجموعه من المشاريع الاستثماريه بعيده المدى. ملي كنتكلموا على الطرق السريعه، ملي كنتكلموا على الطرق السياره، ملي كنتكلموا على الموانئ، ملي كنتكلموا على المطارات، هي استثمارات اللي غتعطي الاكل ديالها بعد 10 15 او 20 سنه. وبالتالي الاستثمارات العموميه ديالنا هي استثمارات اللي هي مهمه، ولكن ماشي بالنجاعه اللي خصنا نمشيو فيها. وهذه قرارات قالها المجلس الاعلى للحساب، قال بان يجب خصنا عندنا واحد الالتقائيه، واحد الاستراتيجيه ديال الاستثمار العمومي ديالنا. هذه امور ما يمكنش اننا نناقشوها، وهذه امور اللي هي معروفه. الامر الثاني هو ان ما نساوش بان هذا الاستثمار العمومي ما عندناش حنايا بلاد غير منتج للنفط، وبالتالي الموارد ديالنا هي موارد محدوده، وبالتالي ضروري اننا نمشيو نحو الاستدانه، اما استدانه خارجيه واما استدانه اللي محليه. صحيح ان المغرب اليوم يعني هو كيمشي فقط نحو الاستدانه المحليه بشكل كبير، ولكن هذا لا يمنع باننا كنا غنخرجوا الى الاسواق الدوليه، السوق الماليه خرجنا لها سنه 2023 وغنخرجوا لها كذلك سنه 2025، باش اننا نجيبوا واحد يعني على الاقل واحد 2 او 3 مليار ديال الاورو كيفما جناها في سنه 2020، جنا واحد 2.5 مليار اورو. هذا هو اللي كيخلينا اننا كنقلبوا على مؤشرات اللي هي مهمه في التصنيف الائتماني ديالنا في المؤسسات الدوليه ديال الائتمان. هذه امور اللي ضروري اننا ناكدوا عليها. ولكن هذه الاستدانه ديالنا هي ماشي عيب، لان حتى النموذج الموجود كيقول بان لا ضرر ولا عيب في استدانة خارجية أو داخلية، لكن شريطتها أنها تمشي لنا في استثمارات اللي هي عمومية اللي هي مهمة جدا. أنا كنظن بأن اليوم بالإضافة لهذا الاستثمار الضخم اللي عندنا في المملكة المغربية، كاين واحد الإجراء اللي هو مهم جدا، واللي هو طالما انتظرناه في المملكة المغربية لأن كان كيشكل عائق بالنسبة لتشغيل مجموعة من الشباب، هو كل ما يتعلق بتشغيل الشباب بدون كفاءات. اليوم عندنا مجموعة من المقاولات، أتكلم أسرع المقاولات كعرف أنا ديال صناعة السيارات، اليوم مثلا في القنيطرة أو في سلا أو في طنجة، اللي عندها واحد الخصاص كبير في الموارد البشرية، وكتمشي عند الوكالة الوطنية لتشغيل وعش الكفاءات، ولكن الوكالة بالقانون اللي عندها ممكن لها تشغل إلا الشباب اللي عندهم دبلومات، يعني عندهم الباك أو عندهم باك زائد سنتين أو زائد 4 سنوات. اليوم لأول مرة يعني في تاريخ المملكة المغربية كنفتحوا هذه الإجراءات، هذه برنامج إدماج، برنامج تأهيل، كندمجوهم بالنسبة حتى الناس اللي ما عندهم كفاءات. علاش؟ لأن هذه المقاولات الاستثمارية اللي كانت تقول لك أنا يمكن لي أن ينكون هذا الشباب هادو، خاصهم يكونوا من هذيك المنطقه اللي فيها الاستثمار ديالي باش يطلعوا لي باقل التكلفه، ولكن اليوم الامكانيه ما عنديش. كنظن بان هذا الاجراء اللي قامت به الحكومه هو اجراء غير مكلف ماديا، ولكن سوف يحل مجموعه من الاشكاليات. وكنظن بان اليوم القطاع الخاص في المملكه المغربيه كل ما يتعلق بصناعه السيارات، صناعه الطائرات، صناعه النسج والالبسه، غيكونوا فرحانين بزاف بهذا الاجراء هذا، اللي غيبقى اجراء مهم جدا، ومن شانه انه يقلص من نسب البطاله خلال السنه المقبله، لان غيشغل لنا فئات عريضه من الشباب غريبة بدون كفاءات وبدون دبلومات. طيب، شكرا لك أستاذ محمد جدري وأستاذ إدريس العيساوي. فيما يتعلق بخارطة طريق النهوض بالتشغيل، والذي خصصت لها الحكومة يعني رصيد مالي زائد 14 مليار درهم، وهي موجهة طبعا لتحفيز خلق مناصب الشغل في عدد من المشاريع الكبرى للبنية التحتية في قطاعات متعلقة بالرياضة، بالزراعة، أيضا بالطرق، باعتبارها أيضا خزان لفرص الشغل. نحن اليوم في مستوى بطالة قياسي منذ سنوات طويلة، 13.5 أو 13.7% حسب المندوبية السامية للتخطيط، والوضع في الواقع سيء على هذا المستوى. من منظورك، هل هناك حلول، أشياء جديدة، لنقل منظور مختلف لمعالجة إشكالية التشغيل التي تشكل لحد اليوم إخفاق كبير؟ فعلا إشكالية التشغيل هي إشكالية تستعصي على العديد من الدول، كانت دول أوروبية أو غير أوروبية متقدمة إلى آخره. فأعتقد بأن إشكالية التشغيل ستبقى مطروحة بشكل خطير بالنسبة لكل الشباب، خصوصا الذين ليسوا حاصلين
على دبلومات أو على تكوين مهني خاص بهم، أعتقد بأن هذه مسألة خطيرة جدا. فبالنسبة للاقتصاد المغربي، هناك حركية ستخلق إمكانية تشغيل هؤلاء الشباب على المستوى الاقتصادي، على المستوى الوطني، إن تحدثنا مثلا على مسألة تحدثتم قبل قليل عن المقاولين الذاتيين، تحدثتم هناك عدد من الآليات، هناك برامج حكومية تم يعني وضعها من أجل تفعيل مسألة التشغيل داخل الاقتصاد الوطني. لكن هذه الحلول لا يمكن أن تكون هي الحل النهائي، هي محاولات للتقليص من حجم البطالة، لأن هي مسألة خطيرة جدا. ولكن هذا التقليص من حجم البطالة ماذا يعني؟ يعني أننا نقوم بعملية تكوين للشباب، نقوم بعملية تأهيل لهم، نجعلهم قادرين. طبعا أو أنا أتحدث معك أستاذ إدريس عيساوي، في الواقع طالعت يعني المشروع الأولي لهذا المشروع، لا أدري ما موقع برنامج أوراش الذي تم اعتماده لسنتين متتاليتين، والنتائج التي خلص إليها، والاستنتاجات التي لربما تحصلت للحكومة من هذه التجربة فيما يتعلق بعلى الأقل تحريك نسبيا سوق الشغل بشكل مؤقت، أم أنه تم التخلي عن هذه الرؤية؟ لا أعتقد بأنه هي الأوراش هي مسألة ضرورية. إذا تحدثنا مثلا على بطولة إفريقيا لكرة القدم، بطولة العالم في كرة أنا قصدت برنامج أوراش للتشغيل المؤقت. الأوراش التي تم إطلاقها هي أوراش تكون دائما قادرة على حل مشكل في وقت معين، لكن ليس بطريقة مستدامة. ده هو الإشكال، أن الإشكاليات المرتبطة بالتشغيل هي إشكاليات هيكلية، فبالتالي الحلول عليها أن تكون كذلك هيكلية. فالدولة لابد ما أن تحاول أن تطور كل آليات، سواء تعلق الأمر بالإدماج الذاتي أو بخلق مقاولة في سوق العمل والمساهمة في التقليص من هذه عملية إهدار يعني العنصر البشري، رأس المال البشري بهذه الطريقة. فأعتقد بأن الاقتصاد المغربي سيكون قادر على أن يتحمل هذه المسؤوليات. شكرا جزيلا لك أستاذ إدريس عيساوي، المحلل الاقتصادي من العاصمة المغربية الرباط. أستاذ محمد جدري، الخبير الاقتصادي من الرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. ستتاح لنا طبعا إمكانية التوسع أكثر في فصول مشروع قانون المالية، وهو برنامج الموازنة الذي يعني طبعا المواطن بشكل مباشر. هناك إجراءات جبائية وغيرها سنخصص لها طبعا ونفرد لها حيز زمني مفصل، حلقة بحلقة وفصلا بفصل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، دائما للمزيد زوروا موقعنا medianews.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.